احنا ممكن نروح دلوقتي حالا يعني زمايلنا مشكورين عملوا لنا تقرير كده وسالنا يعني في احدى المدارس في القاهره تحديدا، سالنا اولياء الامور والاخصائيين الاجتماعيين عن دور المدرسه في تربيه الابناء. تعالي نشوف الاجابه ايه ونرجع نحلل الكلام ده يا دكتور. المدرسة هي نقطة انطلاق تربوية في حياة الطفل، وهي بيت الطالب التاني اللي من خلالها بتبنى شخصيته، بيتعلم قواعد السلوك وبينمى مهاراته عشان يقدر ينسجم في المجتمع ويمتثل لأخلاقياته وقيمه. تعالوا نشوف دور المدرسة ايه. ازاي المدرسة ليها دور في تربية الطلاب والأبناء؟ الولاد دول ولدنا، إلى جانب إن هو البيت وإحنا بنتفق مع بعض إزاي نطلع نشأ مظبوط، إزاي الولاد دول نحببهم في المدرسة، إزاي الولاد يطلعوا متفوقين علمياً أدبياً رياضياً كمان. في فروق فردية بين الطلاب، ففي طبعاً طالب شاطر، في طالب عنده مشاكل إذا كان مش مركز في المذاكرة ما بيقدرش يركز، عنده مشكلة إن هو عايز يتحرك كتير، حاجة زي كده. فطبعا كل طالب بيبقى ليه تعامل، دي فروق فردية. الطالب العدواني أكيد بيكون في عنده أسباب للعدوانية دي، فلازم الأخصائي يعني يتكلم مع الطالب ويفهم بالظبط إيه الأسباب، وانسى إن إحنا وصلنا للأسباب بيبقى سهل قوي بعد كده إن إحنا نقدر نتداركها ونحلها. يعني مثلا في أولاد كتير جدا بيكون عندهم ظروف في يعني عائلية دي بتكون سبب مثلا في سلوك العدواني. في طلاب بيكون حاسين نفسهم ان هم غير مرغوبين مثلا من اصحابهم او ما عندهمش صداقات كتير او الكلام ده، فاحنا لما بنقعد مع الطالب ونفهمه ونحسسه ان احنا حاسين بيه وفاهمينه، فده بيسهل جدا علينا ان احنا نقدر نتعامل معاه ازاي ان احنا نخرجه من العدوانيه دي. نقدر نقول ان احنا بنكمل الدور اللي الاسره بتقوم بيه، لان احنا علينا برضو مسؤوليه زي ما هم عليهم مسؤوليه، احنا بنكمل الدور هم بيعملوه، بنحاول نغرس فيهم قيم اجتماعية مهمة، مواقف، سلوكيات، ازاي يتعامل لو اتحط في موقف، يعني ازاي يقدر يتعامل مع زميله مثلا او حصلت معاه مشكلة، هل يلجأ للعنف ولا يلجأ للحوار والمناقشة او الكلام ده كله. يعني احنا بنحاول نعلم الاولاد السلوكيات دي. دور المدرسة في تربية اولادنا هو يعني اهم حاجة النشأ في البيت، ودور المدرسة برضو له دور، بس البيت اهم، دور البيت اهم. الطالب لما بيجي من المدرسة والد والدته سؤال، مش انا اسيبه خلاص راح المدرسه وجه المدرسه وخلاص، لا، اهم حاجه دور البيت. مهما عملنا في البيت الاولاد بتاثر تاثير كبير يعني لما بيروحوا المدرسه، من اصحابهم، من تعامل المدرسين معاهم، من الطريقه اللي بيعاملوا بيها بغض النظر عن الجانب التعليمي. المدرسه مش هنقول هي البيت الثاني، المفروض هي البيت الاول، لان هي اللي بتنمي الاطفال وبتعدهم ذهنيا وبدنيا وكل شيء. اكيد طبعا المدرسه ليها دور كبير في تربيه الاولاد، اهم دور من الادوار دي ان هم يخليهم يعرفوا ازاي يتعاملوا مع المجتمع. نخلي المنهج الطبيعي مثلا 4 حصص مثلا يعني، ونبتدي نعمل حصتين ليها علاقه بالتفاصيل الداخليه بتاعه الاولاد، يعني مثلا نبتدي نتكلم معاهم هو انت بابي بيعاملك ازاي، مامي بتعاملك ازاي، بتحب تيتا، بتحب بابي، يعني نبتدي نتكلم معاهم، نبتدي نعمل زي لعبه مثلا كل واحد فيها يتكلم على موقف حصل له، مش عارف ايه، نبتدي نقرب اكتر. نفس اللي انا بقوله في البيت المفروض المدرسه بتثبته، ما تقولش المدرسه مش هتقول له كلام عكسي، عكس اللي انا عكس القيم والمبادئ اللي انا بعلمها له في البيت.